مرحبا بلطيفه مفتقره صباح النور صباح الخير ومو كل كلشي بخير في ملان طيب الحمد لله شكرا اللي جيتي عندنا انا عارف ما عندكش وقت بزاف لانك انت مديره المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط شكرا على الدعوه وانا سعيده انني جيت عندكم هذا الصباح ومتواجده معكم في المورنينغ شو مرحبا لله. للإيت راديو مرحبا لاله مرحبا ألف مرحبا الله يبارك فيك انا نقول لك برافو على على المريض برافو منظم مزيان كاين داكشي زوين داكشي زوين هو غير كد... و... بلا ما تدخل غير دوز من حدا داكشي كيبان لك مقاد مزيان خصك تدخل خصكم تدخلوا راه راه جيت وما جيت لا لا جيت لا جيت 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 <applause> ولقيت الزحام <applause> جيت لا لا مزيان يعني بالعكس الزحام مزيان الناس كيجيو كي <applause> كاين اقبال كبير <مم> على المريض الناس كيجيو يشوفوا <مم> <applause> لطيف مفتقر نقدم لك للمستمعين والمستمعات اذاعه اتخاديون انت خريجة المعهد الوطني لإعداد التراب والتعبير في الرباط الشهادة العليا في التهيئة والتعبير وشهادة الماستر في الإدارة العمومية بالمعهد العالي للإدارة والمقاولات اللي سكاو في الرباط من 95 وانت في وزارة الثقافة اكزاكتوميك الله يكون دابا الآن مديرة كتاب الخزانات المحفوظه بقطاع الثقافه ووزاره من 2019 ومكلفه بمهمات المديره بالنيابه للمكتبه الوطنيه والمديره ديال المعرض الدولي لنشر الكتاب في الرباط دابا دابا هذا المعرض mm هذا -hmm. في بزاف التوجات برافو mm -hmm. عليكم لانه معرض في بزاف انا وياك نعطيو الارقام exactly. الارقام والمعلومات mm -hmm. على 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 المعرض هو راه كاين فيه بزاف ديال التوجات فيه بزاف ديال الخدمه باش يكون هذه النتيجه هذه نتيجه واعره النتيجه ديال 743 عارض اكسبوزون كاين 48 دوله اللي حاضره من افريقيا واسيا واوروبا وامريكا الشماليه والجنوبيه منظمه اليونسكو هي ضيفه الشرف هذا العام 100000 عنوان 100000 100000 وي 100000 100000 عنوان افيك بلوس دو 3 مليون ديكزومبلير اه واو ثلاثة ميو دي نسخ من الكتب في ثلاثة ايام روكور واحد وسبعين ألف زائر اللي جاو عاد كينا دي اللي واعره زوينه هي ديال اللي درتو واحد كوتي مارفل ودي سي دي الرسامين ديال الكوميكس ديال اللي بون دي سيني راسه بالمونديسي <applause> هادشي كامل هادشي كامل اللي دار هادشي كامل اللي دار لطيفه مفتقر هادشي كامل اللي دار توجد ديالو شحال تس... 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 بزاف الوقت ياك آه، تسع شهور تسع شهور تسع شهور ديال ديال الخدمه مي الخدمه فريمون انتونس خدمه سي ان ترافاي دون غروند ايكيب اللي آه. كنبغي نحييهم آه. اليوم في ايت راديو آه، الخدمه كذلك ديال ان كوميتي سيانتيفيك واحد اللجنه علميه هي اللي آه. كتسهر على البرنامج الثقافي وكيف ما قلت لك يعني المعرض هو حدث كما قلتي حدث كبير ولا حدث دولي و يعني رسخ المكانه ديالو على الساحه الدوليه يعني, آه. يعني لا بوزيسيونمون ديالو اون طون كيفينمون انترناسيونال دابا سي بيان انكري آه. اوني دابا لو دوزيام سالون ان افريك بلو grand سالون ان افريك التوجات اه ديالو يعني كيطلب واحد المجهود كبير لأن سنة على سنة المعرض كيتطور المعرض لي زيكزيجونس حنا تنطلعوهم عجبك تبع فات راه إكزاكتومون باش نكونوا دائما في المستوى ودائما يعني نحبوا الناس الكتاب ويجيو يزوروا المعرض إذا أنا قلت لك سي فريمون 9 موا ديال الخدمة 9 شهور ديال الخدمة انتونس مع ليكيب كاملة مزيان الله يكبر بالخير دابا دابا انت يكون دابا انت مديره ديال المعرض المريض يكون لك احساس غريب في نص الوقت دابا انت عاجبك الحاله ديال المريض دابا وفي نص الوقت بغيتي يسالي في ياك شوف هو المعرض فيه واحد كما كنقول واحد الروح غريبه هو سي فري سي سي ان كبير فيه بوكو دو ستريس لان اون اكوي دو غران بوبليك عندنا الجمهور الزوار وكيف ما قلتي راه هذا العام كان اقبال كبير وغير مشهود على المعرض لان هاد هاد السنه في الحقيقه من من بين سر نجاح المعرض اننا اون شونجي لا دات يعني درنا في لو موا دمي كان كيكون في لو موا دو جوان لو يعني سي با لا يعني قدروا لي جون ولي لي وداكشي كلهم قدروا يجيو للمعرض يعني عندنا أه اقبال كبير هاد العام المعرض غادي وتيكبر ملي كان كان كنحسوا في الاول بشويه ديال ستريس خايفين واش الناس يجي واش الناس ما يجيوش ولكن ملي كتشوف الناس وكتشوف الجمهور وداك علاش السؤال ي... هذا لطيف علاش السؤال ديال واش الناس يجيو ولا ما يجيوش من ناحيه لا آه هو من مج... من ناحيه انه لا غير على الكتاب ده... ولا من ناحيه انه لا 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 آه لا, لا القرب أنا. لا أنا مش دكت... ولا من حيث لا لا ماشي على دكت... ود دكت... القرب ولا على منحيت... ود الكتاب الكتاب دائما عنده الجمهور ديالو, ديالو. سي فريمون كيما كنت قلت لك المده الزمنيه اللي كنظموا فيها المعرض بحال دابا العام اللي فات في لو موان جوان كانت شويه مع لا بيريود دي في آه لافاك كان شويه الاقبال يعني بحال لي واحد الفئه تحرمت انها تجي للمعرض لان كانت اون بلان بريباراسيون ديال ديال لي زيكزاما ديالها هذا العام الحمد لله اون آه. غارونتي آه. لا بريزونس ديال الناس كاملين كل شيء معنا كل شيء حاضر معانا آه. معنا وكما قلت لك هو المعرض فيه واحد الروح شويه غريبه آه. آه كان كنشوفو تمنا نقولو 10 ايام راه كثيره يمكن الضغط فيها طويلة. كبير مي اون ميم طون هو غادي كيقرب باش يسالي وحنا كنبداو دخل... كتقول لكم كنا 15 يوم لا كنقولوا اش غنديروا العام الجاي اش غنديروا العام الجاي كيفاش كل المعرض ما تسمعك يحل الله ما تسمعك يحل الله ما تسمعك الله الناس اللي لي زيكسبوزون فرحانين كلشي فرحان عجبو الحال الناس اللي كيجيو شنو المسائل اللي سمعتو الاقبال اكثر كاين على اينا بلاصه شنو احنا كنديروا دابا ان سونداج في الاخر في الحقيقه yeah. كان كنبداو من ديبي ديال المعرض والريزولتا uh. ديال داك لونكيت ولا السونداج يعني كنخدموها في ال... في الايام الاخيره ديال المعرض ولا لا دابا شنو لا طوندونس هو لو ليفر بور بارك الله مشي بزاف لي uh. جون uh. uh, هاد العام يعني فورت افلوونس uh. دي yeah. جون البارح كنقرا واحد لارتيكل ديال واحد الكاتب مغربي كبير احمد المديني كتبوا في جريده النهار سماه هذا معرض الشباب والامل يا سلام لأن تبارك الله هذا العام واحد لافلونس كبيرة أه. ديال الشباب على المعرض أه. وتبارك الله الشباب كيشريوا الكتاب كيقراو أه. أه. يعني كاين واحد الأمل يعني أنه الكتاب بقى عنده البلاصة ديالو أه. وكذلك كاين واحد الفئة أخرى اللي اللي كتبغي كتب أخرى كتلقاها في المعرض دي يعني, يعني كل واحد عنده كل أه. واحد عنده يعني اللي, اللي, اللي يعني الاهتمامات ديالو كاين اللي مهتم بالآداب كاين اللي مهتم بالقانون كاين اللي مهتم بالاقتصاد كاين اللي مهتم بال اخرى يعني آه. باغي يقلب على الكتاب الفرنسيه واحد باغي يقلب على الكتاب بالعربيه يعني حنا عندنا اون اوفر بوغ الموند يعني اللي جا كيلقى الكتاب ديالو وانت ما متنوع كل كاين بحال اللي وقع مع بحال انا فهمتك فهمتك لطيفه على قبل هذه القضيه هذه ديال كتجيك غريبه جدا لانه واحد الوقيته الناس بداو كيقولوا الكتاب سي فيني علاش علاش آه. حيت كاين ديجيتال ديجيتال <تصفيق> <بقى>. <تصفيق> 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 حيث <applause> كاين لي <لا> كومونتير ديجيتال الناس هو الناس اللي كيقراو الكتب وبالعكس باقا هذيك القضيه ديال تشجيع <تصف> الناس انهم يقرأوا الكتب هذه القضيه باقا والناس باقيين عاد كي اللي الله فهم شنو هو المزيه ديال تقرا كتاب ودابا دابا انتم تفاجئتوا مديره المعرض تفاجئتوا الناس تفاجئوا غيكونوا الناس كاملين مفاجئين على الحضور اللي كاين كبير <متحكي> واللي غيتزاد هذا الويكاند ويكون لو بيك ان شاء الله, الله. دائما عندنا أه. احنا الويكاند لو بيك لو ميركودي أه. مي هاد في الحقيقه هاد هاد السنتين الاخيرتين عندنا بحال دابا دي فوا اون دي بيك لو لاندي عندنا لي بيك لو ماردي زعما ما كتعرفش أه ما كتعرفش المفاجاه معرض المفاجاه دابا تقدر تكتب كتاب ياك وزاره الثقافه تكتب كتاب انت تقدر تكتب كتاب على على المعرض كيفاش داز المعرض كيفاش داز بعد نوات كتقول يمكن هاد النهار غادي يدوز اليوم سي لاندي النهار الاول في لا سيمين ما غاديش يدوز عامر كتلقى راسك وصلتي لواحد 16000 آه. فيزيتور يعني ماشي بعيد بزاف على نهار الحد اللي كان فيه مثلا 24000 يعني راه ماشي كثير بزاف الوغ النهار الاول ديال لا سيمين آه. والمفاجات هو السعودي الكاتب الروائي اسامه المسلم اللي <applause> هذيك هي كانت ال... الحدث اللي يخرج مشي واحد القصه صافي من قوه ما الناس الناس بغاو يتصوروا معاه، بغاو يتلاقاو آه معاه، آه آه خصو يمشي واحد الوقيته. حنا كنقولوا بان آه اسامه المسلم كان هو حدث المعرض، حدث آه حدث المعرض من جوج النواحي، لانه من الناحيه الاولى لانه اولا غير لنا ديك النظره التشاؤميه اللي عندنا اننا كنقولوا ان الشباب ما كيقراش، الناس ما كتهتمش بالقراءه، آه الكتب بالعربيه، اللغه العربيه ما بقاتش عندها المكانه ديالها، والدراري ما كيقراوش بالعربيه، ألوغ كو ملي جاء اسامه المسلم. يعني بالعكس آه. كذلك من الناحية ثانية الناشرين بدأوا كيتسائلوا يعني الناشرين المغاربة والعرب كذلك تقول ك... كيفاش أنه يعني كاينه واحد في أم الشباب كتهتم بواحد النوع من الكتابة آه. اللي هما يعني ما حطيناش يمكن في, ال... في الخط التحريري مثلا ديال ديال النشر في الخطة النشر ديال كل دار يعني كان شروع الأداب هذا ما عمرهم تخيلوا أن مثلا هذا العالم ديال الفانتازيا هذا العالم ديال الخيال يقدر يجلب الشباب ويهتموا به يعني حتى دابا أنا لو ديبا دابا ما بين الناشرين هي شنو غادي نبداو نوجدوا العوامات المجين لأن كلهم دابا كيتسألوا كيقول لك أه وراه كاين اهتمام بهذا العالم ديال فانتازيا كاين أه. هذا العالم الخيال الشباب كيبغي يقرا يعني اسامه المسلم خلق واحد بحال واحد إعادة النظر يعني في لامود مود ديال اه, دي 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 آه, آه دي اكزاكتومون دابا كلشي تيشوف تيقول واه دابا يمكن خصني نتجع عاوتاني للنشر الخاص بالشباب ونهتم بهذا المجال ديال الخيال لان راه فيه الدراري تيبغيوه لي أه. جون كيبغيوه راه انا انا فاش شفت انا حنا انا ما توقعتش تكون 7000 ديال الناس كتساينو انا توقعت قالوا لي اسامه المسلم جاي كنت توقعت واحد 2000 3000 مي كنشوف 7000 ديال الناس كلشي قال كلشي قال شكون هو هذا <applause> <applause> آه وشتوقع <applause> <بألك تصفيق> ومع انا وصلت آه. في 8 ونص الصباح وصلت للمعرض كنلقى 1000 واحد ديجا واقفه شاده الصف باش يدخلوا كان صادر أسامة المسلم هاد الناس كلها شرات الكتوبة ديالو يلو. هاد الناس كلها مم. قارية الكتوبة ديالو اللي هو كيكتبها من 2015 مم. يعني هاني الناس راهم متبعينو من 2015 ماشي أسامة المسلم يعني عاد عاد بداو هاد لي كي كيقراوه يعني بحال لي أسامة المسلم في الحقيقة كما قلت لك ظاهرة المعارض اه. وحنا خصها تجعلنا تحنا نعيدوا التفكير زيان. ما شنو غنقدموا للشباب طب هكا دابا حنا كنقولوا سيرو اغي بوتير ديال ديال المغاربه آه. العرب وهادشي اللي مزيان في المغرب كاين لي زيكسبوزون كاين دول حاضره كاين اليونسكو ضيفه الشرف كاين الكتوبه وكاين كل شيء وكاين هادشي علاش المعارض وكتفهمها في التجارب بحال هكذا في هاد ليزيكسبيريونس وانه كتفهم لانه كتبين لك شي حوايج المعارض تنظيم المعارض كيبين لك شي حوايج بحال هاد القضيه هذه ولاد النجاح ديال ديال هذا السيد هذا ما كانش تعرف كل ما كانش المعرض اكزاكتو exactly. ما كانش الناس يعرفوه ويعرفوا yeah, yeah. <تضحك> لانه هو كاين واحد ديال الخيال وديال ديال هذا الشيء mm كامل -hmm. الله خير. يكون بخير يكون <تزميحني> خير ان شاء الله <المعريض> هو التيرمومتر <تضحك> <تضحك> داك التيرمومتر اللي كنقيسوا به داك الدرجه ديال الحراره ديال <تضحك> قطع النشر <تضحك> <تضحك> وشنو شنو الحاجه اللي كيهتموا بها دابا القراء والشباب دابا القراء بصفه عامه والشباب بصفه خاصه يعني كتبحال اللي ملي كتشوف عدد المبيعات كتشوف مثلا في الاخر ملي كنديرو لو سونداج ديالنا كنشوفوا شنو الاكثر الكتب مبيعا واش من اللغه الدراري كيبغيو يقراو واش كيبغيو يقراو بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه ميه. وشنو النوعيه ديال الكتب واش لا فيكسيون واش لي رومون واش هادي اذا المعرض بحال اللي كما قلت لك بحال داك لو تيرمومتر كنقيسوا به الدرجه ديال ديال القطاع النشر باش كنعرفوا فين غادي وشنو الناس كيبغيو باش حنا العماجي العماجي اون سيليكسيون كنختاروا دور النشر على حسب شنو كيبغي الجمهور اه هادشي اللي كاين مزيان الله يكمل بالخير شكرا هادشي كيفرح جوج كيفرح اي اسامه المسلم غادي غادي يرجع غادي يدير واحد التغني ان شاء الله ان شاء الله بس. ان شاء الله إحنا فايسي دو بروغرامي ان شاء الله المغرب في المغرب كله ان شاء الله أخ... ان شاء الله يكون خير يكون الله. خير شو كتوقع يوقع الويكند لطيف مزيان 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 دابا انا كنفرح ملي كنشوف الوليدات كيجيو المعرض كيشريو تيجلسوا انا كان عندي الفرحه ديالي ملي كنشوف الوليدات جالسين في الارض وقابطين كتاب حلينو الشباب كذلك كيدوروا في لي ستوند كيختاروا كيحضروا لي زاتولي عندنا دو كما قلتي عندنا لي سباس مارفيل مي عندنا ايغالمون واحد لي خاص بلي زونفون ouais. اللي فيه بزاف ديال لي زاتولي راه كنضموا 100 ورشه في النهار بالنسبه للاطفال ورشات في الحاكي ديالاش ديال <متحدث> لي ديال زاتولي اللي كيديروا ديالاش آه, اتولي ديال الحاكي ديال القراءه آه, اتولي ديال لو ديفلوبمون بيرسونيل يا ouais. <متحدث> <يال> بليزيور زاتولي <متحدث> مي لوبجيكتيف كامل كيبقى لا بروموسيون دو ليفر او دو لا ليكتور وكيفاش اننا نقربوا الكتاب لهاد الوليدات دونك عندنا 100 اتولي كل نهار في واحد ليسباس ان اوتر اسباس <سؤال> اللي ماشي ماشي هو سباس مارفيل حيت عندنا دو زيسباس بوغ انفون <سؤال> هذا كيكونوا فيه لي زاتوليي الوليدات كيجيو سي سوغ انسكريبسيون اون لي جروب <سؤال> وكيأثروهم فريمون مختصين <سؤال> يعني هما اللي كيديروا لهم هاد لي زانيماسيون هما اللي كيعلموهم كيفاش انهم يقربوهم علاش بوركوا اون لي كيسكو سا نوزابورت لا ليكتور شنو <سؤال> <سؤال> علاش خصكم تقراو دونك هادشي كله باش نحبوه في القرايه مزيان كل الله يكون خيرنا لنا شو شنو المسائل آه لطيفه مفتقر مديره آه المعرض الدولي لنشر الكتاب في الرباط شنو هم المسائل اللي آه اللي سمعتيها ولا شفتيها واللي جاتك زوينه؟ اللي يا ما هطرتي مع شي واش كاين شي انكدوت وقعات السيمانه هذه في المعرض اللي سبيسيال؟ ليزانكدوت كلهم طراو نهار السبت عرفت لقيتها ديال فجاه اسامه اسامه مسلم انا كلقى الناس واحد السيده كتقول لي انا جيت من العيون ما يمكنليش ما نتصورش معاه ما يمكنليش من 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 نديرش لا ديال ديال الكتاب ديال ديال اسامه مسلم قلت لها وجيتي جيتي من العيون قالت لي اه راه الطياره ملي سمعتو جاي وجيت باش 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 نحضر له هو بزاف ديال بزاف ديال المسائل كيطراو يعني كتلقى مثلا وليدات صغار كيقول لك انا عجبني بزاف ليسباس سباس مارفيل وشفت دابا راه خلي واحد الوليد انا راه شفت دابا كيفاش كيرسموا سبايدر مان سافير انا غنولي <applause> مانيفيك تخي تخي جولي الله يكون بخير <applause> لطيفه مفتقر مديرة طبعا الدورين نشر كتاب شكرا لك بزاف اللي تجي انا الصباح نعرفك دابا لا لا ماشي مشكل دخلتينا في البلانينغ ديالك الله يعاونك الله يسهل الامور شكرا بارك برافو. الله فيك ومرحبا بكم خص ليكيب ديال ايت راديو تجي عندنا للصالون انا كنعقل مومون اون 2019 كنا درنا واحد ليميسيون اون ديريكت <مترجم> من الصالون ديال ديال لو مورني في كازا اي اكزاكتومون علاش ما درناش هذا العام؟ علاش ما درناش؟ ايوا نعاودوا نديروها نديروها ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله العام الجاي مرحبا بكم مرحبا بكم عجبني الحال بزاف كان عندي عندي واحد السوفينير زوين بزاف كيف ما قلتي قبل فاش قلتي قبل وانا نتفكر فاش كنا جينا للمعرض ديال الكتاب هو انه كما قلتي قبل قلتي دابا كل واحد الناس اللي كيجيو اللي كيزوروا لي فيزيتور اللي باش كيجيو للمريض <applause> كل واحد كيمشي لواحد الستيل ديالو اي <applause> اللي اللي وقع لينا وكان اللي وقع لي هذه مشيت انا للبلاصه ديال اللي كيبيعوا فيها الكتبات ديال الامثله المغربيه <تصفيق> <تصفيق> آه, اه اه وكنا بقينا واحد <applause> واحد المثل ما عادش قال جوج القضيه واقف أحد واحد المثل بقينا عليه نهار كامل بقينا كنقراو الامثله واش صح ديال الامثله المغربيه أه. أه. آه المثل اللي سميتو هو ديال سعد زو ما تفوتاش ولا بقطع الراس <تصفيق> 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 هذا هو المثل انا فكرتني حيت كل واحد سبحان الله كل واحد كيمشي لك الشيء اللي عزيز عليه أه. وكل, وكل شيء اللي في المعرض كل شيء كاين جميع الانواع والاشكال جميع الانواع ستيل كل شيء غتلقاوه وكثيروا هاد الويكاند هذا باقي باقي اليوم غدا والسبت وبغيت نقول ان ديرني مو راه راه واخا كاين هاد, هاد الهضره اللي كنسمعوا التليفون لانتيليجونس ارتيفيسيال الدراري ما, ما ولاو كلهم يعني ما كيستعملوش بزاف الكتاب وهذا وما كيقراوش راه كاين الامل خص غير الاسر انها تشجع الوليدات ديالها انهم يقراو يعني التليفون آه راه عنده <applause> عنده بلاصتو ولكن آه. الكتاب حتى هو عنده البلاصه دياله وخصو يبقى حاضر في الحياه ديال كل طفل من 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 الصغر ديالو آه زعما هذه انا كان كنعتبر انها غير مساله تربيه والاسر خصها تنمي هذا هادل الحس عند الطفل انه وتحبه في القراءه أتشركي. من الصغر آه. لانه يولف من الصغر يولف آه من, آه. من الصغر انه يقرا وهذا الشيء راه كي كي كيتنمى في الطفل من الاسره آه. بيان سور في المدرسه وبيان سور حنا حتى حنا كوزاره اترافير هاد لي زيفينمون ولي زكتيفيتي اللي كنديرو و ايغالمون عندنا توت بروغرام في لي بيبليوتيك بوبليك ديالنا اللي كنديروا فيهم الانيماسيون وكنديروا فيهم كذلك برامج باش كنوعيو كن الوليدات باهميه القراءه يعني الكتاب آه. راه باقي حاضر وكاين امل انه آه. الشباب والاطفال يبقاو دائما كيقراو والكتابه <applause> لطيفه خير ما كيتعودش لانه واخا تكون عندك يكون عندك كتاب في السمارت ديالك ولا في التليفون هذيك المتعه استعمال ديال دي الكتاب ديال كدور الصفحه ديال فاش كت فاش كتسالي القرايه كطوي واحد البلاصه داكشي كما أه هذاك هذيك التكنيك أه وهاد الطريقه هذه ما كتعوضش غ... ما كتتعودش. ما دمو... ما غاتعودش ملي كتهز واحد الكتاب بحال اللي كتسافر بحال آه. اللي كان, كان... كتحس آه براسك مشيتي لواحد لو موند كتمشي فيه مع الكاتب آه. وهداك يعني هذاك الاحساس يعني حتى حاجه ما كتعوضها ماشي اللي كاين اخر كتاب قريتيه لطيفه مختلفه دابا مع الصالون راه شحال هذه ما قريت لا اخر كتاب ماشي مغرب صالو اخر <applause> اخر كتاب, آه. آخر كتاب قريت دابا باديه في لو ديال جون باتيست اندريا ديال لو بري غونكور دونك راني بديت كان على كيدار الكتاب؟ اه كيدار؟ كيهضر على اون غونكونتخ ما بين دو بيغسون في ليتالي باقي ما ساليتوش راني يلاه باديه دابا باديه فيه مي سينو انا كنقرا بزاف لي زوتور ماروكان وكاينين عندنا كاتبات مغربيات يعني صراحة جيدات اللي اكتشفتهم في الحقيقة هذه واحد العشر سنين آه. قرأ لهم بزاف وكنقرأ أه. وكان بو دو تو يعني, يعني كان قرأ من من لا فيكسيون الفيلوزوفي يعني كيعجبني نقرأ يعني في كل شيء وصراحة نقول لك أنا زي ما نقول لك صراحة هنكذروا على أمي القراية وهادشي كامل <applause> وانت شنو آخر كتاب قريتي أنا آخر كتاب آه <applause> قريت <applause> درت لك سؤال سؤال مستحيل <تضيل> 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 اخر كتاب لا شوف انا انا هذه السنين وانا كنقول خصني نبدا نقرا آه, صراحه وصراحه انا اللي عندي مع انا عندي واحد القضيه مع الكتاب اللي انا خص الكتاب يكون صغير اذا كان كبير ما كنقدش عليه صراحه شوف هذه الملاحظه راه في صميم أنا البارح كانت معايا بنتي ومشينا لواحد عند واحد لو ستاند بغات تشري كتاب آه. اول ملاحظه قالت لها ما تعطينيش كتاب كبير بزاف سام دي بريم آه. ملي كنشوفه كبير آه. بزاف قلت آه. لها هو خودي الفورما بوش دونك حتى نبدا نقول لك خذ لو ما بوش فعلا فعلا. حاجه اخرى عاوتاني آه. لطيفه مفتقر وانه حاجه اخرى اللي صعيبه هي انه خص الكتاب يكون سهل الفهم الا آه. كان شي كتاب اللي خاصك مره مره تمشي تضرب في الدكسونير داك عليه فهمتي اي دابا اش كندير دابا عندي واحد لا تكنيك صراحه نقول لكم اللي هي كان كنقرا ريزومي الكتاب فهمتي واش كيوقع لي عاوتاني حاجه اخرى عاوتاني باش كنقرا الا قريت سميت هذيك اللي في لا بريفاس هذيك اللي في الاخر اللي كانت يعطيك شويه ليستوار الا قريتو ما عجباتنيش ما كان كنحلوش أه. كاع وا شوف راه هكا أه. كدار في الحقيقه لا سيليكسيون أه. تتقرا لو ريزومي في اللور <applause> الا عجبك الكتاب غتقراه الا ما عجبكش ولكن لك. يفو زعما سير مع اللي كتعجبك أنت اللي كتحس فيه بان نفسك مرتاحه فيها والمهم انك تقرا تقرا المهم أنا انك تبقى دابا انا غادي غادي نصيفط لك واحد جوج بس مرحبا الله يحفظك شكرا صغيورين شكرا صغيورين و ساهلين و ساهلين و معاقلين ما الكلمات اللي صعيبة الله يحفظك شكرا بزاف شكرا 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 مفتقر مديرات بعض الكتاب سيروا هادويا بقات اربع ايام خميس جمعه سبت حدا كاين في الرباط الناس اللي ما عارفينش بغاو يجيو راه سال سال بزاف الامور منظمه مزيان ####وتحية السلطات اللي منظمين الأمور مزيان من ناحية ديال فين غتستاسيوني فين غتوقف فين غادي دير الأمور غادا مزيان كلشي منظم زعما ما غادي مرتاحين أه على حسب أشنو وقيتها جيتي إلا جيتي وقيتا عامرة غتستاسيوني بعيد غتمشي <applause> على رجلك شويه ولكن راه كلشي قريب كلشي قريب... قالوا حنا كنحلوا مع العشرة كنساليو في 8 د الليل كاينين دي نافيت حاطينهم غراتويتمون في لي آه. في غابا فيل غابا الناس اللي جايين بالتران غابا فيل غابا اكدال كاينين اه, دونك شاك 30 مينوت كاينين دي نافيت اللي بغا يجي راه تيجي عندنا كذلك دي لي بوس حتى آه. هما غراتويتمون كيجيو من سلا من تماره من كاع النواحي من سلا الجديده تا هما كاينين باش الناس يعرفوا فين كاينين دي ريدوكسيون راه كلشي كاين في لو سيت لي بوين لي بوين دو دو غاماساج راه كاينين في لو سيت لو سيت دينا ان سيت www.ciel.ma تري بيان وكاين وكاين كاين سيرك اس وكاين وكاين كذلك دي دي نافيت راه كاينين حدا الكليات في مدينه العرفان يعني حتى الطلبه اللي بغاو يجيو النقل بالمجان عندنا كونفونسيون دو بارتناريا مع الوين سي اف كو جو تيان ريميرسي حتى كاين دي ريدكسيون في لي طران بالنسبه للطلبه بالنسبه للناشرين نعم. اللي بغا يجي حنا موفرين زعما جميع الشروط ديال التسهيلات للاستقبال ديال الزوار برافو عليكم الله يكمل بخير شكرا لك بزاف لطيفه وافتقير شكرا لكم على الاستضافه مرحبا لله خليكم معنا على اي راديو